السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة ربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع أضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جديدة من الإيردروبات، أول إيردروب فيهم خاص بعملة FST. الإيردروب هيدينا 7 قطع بمعدل $2 للإيردروب، وعن كل حالة $1. الإيردروب مضمون جدا، طريقة التسجيل فيه سهلة مفيهاش صعوبة. اول حاجه انضمام لجروب تليجرام اول، وانضمام لجروب تليجرام تاني. بعد كده بتعمل له هنا فولو على تويتر، فولو على تويتر، وبتيجي للينك ده بتعمل له لايك وريتويت عادي بدون اي كومنت. هنيجي هنا دي اللي فيها التركه، هنفتح كده مع بعض. ده موقع ميدم، هتيجي تعمل فولو اول حاجه من هنا. بعد كده اختار اي بوست من البوستات الموجوده دي، ولنفترض ده. هنيجي كده هننزل تحت شوية لغاية لما تظهر معانا علامة كلاب لا تسيف، هتدوس كذا مرة لغاية لما يسجل مثلا معاك رقم 50. أول ما يسجل معاك رقم 50 هتيجي في الكيبورد هتدوس زرار سكرين شوت، تمام، بسرعة عشان يسجل معاك حتى الرقم. بعد كده هتيجي على الموقع ده، هتلاقيني سيب لك اللينك بتاعه. ده عبارة عن موقع بيرفع عليه الصور. هتيجي تدوس انت كل عليك، انت خلاص دوست سكرين، احنا قلنا ايه، وقفنا هنا وخدنا سكرين شوت عن طريق الزرار اللي في الكيبورد، ودوس بتثبت ايدك لمده ثانيه او ثانيتين على الزرار، خلاص انت بتلقط ايه الصوره. هتيجي هنا كل اللي عليك تدوس كنترول حرف الفي، كنترول مع حرف الفي، تمام، هتلاقي الصوره نزلت على الموقع نفسه، تمام، وخدت اللينك زي ما كان ظاهر قصادكم. مثلا ثانيه واحده، ده لينك الصوره بتاعتي اللي انا رفعتها، تمام، ظاهر فيها ان انا عامل كلاب هنا، وادي اللينك بتاعها، هاخده كده واللينك احطه في الاثبات هنا اهو. تعالى كده نبص على الاثبات مع بعض. احنا خلاص كده نعتبر المهام خلصت، خلاص احنا وصلنا لغايه هنا. اهو ناقصنا بس دي، هنسجل في الموقع ستيبل دوجز ده، هتسجل فيه، هسيب لك اللينك بتاعه برضو. يبقى اول حاجه سيب لك موقع ستيبل دوجز هتسجل فيه، بعد كده موقع الايردروب ده او الايردروب اللي احنا واقفين عليه، بعد كده هسيب لك الموقع اللي بترفع عليه الصوره. هنحط الاثباتات، اول حاجه الايميل بتاعنا، اليوزر التليجرام، يوزر تويتر، هنا بقى نحط ايه اللينك بتاع الصورة اللي احنا خدناها، وهنا بتحط رقم محفظة الايثيريوم والت، وهنا بتعلم صح، وهنا بتحل الكابتشا، وهنا بتدوس ايه جون ايردروب. وبالتالي كده انت عايز تجيب رابط الاحالة بتاعك عشان تروج للاحالة، بتدوس هنا بتحط الايميل اللي انت سجلت بيه، بيديك رابط الاحالة زي ما ظهر قصادكم كده، وبيعديك العدد هنا لحد يسجل معاك. نخش على الايردروب اللي بعده، ده خاص بعملة اسمها دينجبا بلانت. نخش على الدروب كده، عبارة عن بوت تليجرام بيفتح معانا بشكل آتي. الدروب أول ما بيفتح بيدينا المربع ده فيه المهام، انضم جروب تليجرام أول وتاني وتالت كمان، وبعد كده بتعمل له هنا فولو على تويتر فقط. بعد كده بتحط له رقم محفظة الأسيريوم، وبعد كده بتدوس الإثباتات. انت بتلاقي هنا كلمة ايه فيفر أو إثبات اللي هي المهام، بيبتدي معاك بالشكل ده، تنضم هنا جروب أول وتاني، وبعد كده بيسألك دن، تقول له ريفرش، خلاص. بعد كده بينقلك المهمة اللي بعديها، انضم لجروب تليجرام تالت وريفرش. بعد كده بيطلب منك اليوزر بتاعك على تويتر، هو طبعا مديك هنا اللينك بتاع ايه المهمة، هتخش تعمل فولو للينك ده وتحط اليوزر انت سجلت بيه، بعد كده الايميل بتاعك، بعد كده محفظة الايثيريوم والت، بعد كده مبروك معاك رابط الاحالة، ومعاك في نفس الوقت بيقول لك انت معاك 40 توكن، او نتأكد كده ندوس بالانس، 40 توكن، وعن كل احالة بيديك 20 توكن، تمام. نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده مكون من جزئين. اول حاجه هنسجل في موقع العمله نفسها، تسجيل فيه سهل مفيش اي مشكله. نبص مع بعض على التسجيل كده، هندوس ساين اب. هتلاقي هنا معاك اول حاجه الاسم بالكامل، الايميل، الباسورد، وبتحل الكابتشا، وممكن تلاقي في الاخر ايه اليوزر بتاع الاحاله، بتسيبه زي ما هو، تمام. بعد كده هنساوي طبعا، بيجيلك رساله تفعيل بتفعل، هنخش كده تسجيل بقى دخول عادي. اول خطوه تعملها هتخش على بروفايل من هنا،
هتكمل بياناتك، اسمك بالكامل، ايميل، رقم موبايل، تاريخ الميلاد، الدولة، وتدوس ابديت. بعد كده بتيجي هنا على كلمة كي اي و كي واي اس، ترفع الوثائق. الوثائق المطلوبة هنا سهلة جدا، بترفع صورة للبطاقة وش، وصورة سيلفي مع البطاقة فقط لا غير، مفيش ولا تاريخ اليوم ولا كلام ده، هو صورة للبطاقة أو صورة سيلفي مع البطاقة، وبترفع البيانات المطلوبة الباقية، وبتيجي هنا على كلمة أدد وبتحط رقم المحفظة بتاعتك، رقم محفظة يسير ومولد. دي أول جزئية. تاني جزئية هفتح لكم بس الأيردروب بس على متصفح تاني. الأيردروب هيفتح معانا بالشكل ده، هتلاقي أول حاجة اسم العملة بي إكس بي، ومديك إن هو هتاخد $14. الايردروب هيخلص يوم 31/8، يعني تقريبا فاضل عليه شهر. المهام موجودة فيهم مهمتين، تعمل له فول على تويتر وانضمام لجروب تليجرام، وبالنسبة لتويتر تعمل فول وتعمل أول بوست لايك وريتويت ولايك وريتويت عاديين مفهومش أي كومنت. هنيجي بعد كده اسمك بالكامل، الايميل، اليوزر بتاع تويتر، يوزر التليجرام، رقم محفظة الإيثيريوم والمولد بتاعتك. ده بس كده الايردروب. نخش على الايردروب اللي بعده، ده خاص بعملة اسمها فيركس توكن او اف ار اكس تي، ده الراوند 1، فممكن نلحق بيبقى يوزع كمية اكبر من الراوند اللي بعد كده. ده العقد بتاع العملة، ده موقع العملة، ده التشفير، معلومات كاملة عن العملة. هنيجي للمهام. اول حاجة هتحط، استاذنك تحط اليوزر الخاص بيا بتاع ايه صاحب الحالة، تحطه في اول خانة. بعد كده تحط الايميل الخاص بيك. بعد كده نبتدي المهام مع بعض. هتلاقي هنا اول حاجة انضمام لتويتر فولو، وتحط اليوزر بتاع تويتر. بعد كده هتخش هنا على الصفحة بتاعتهم، هي نفس الصفحة، هتيجي على اول بوست، هتعمل لايك وريتويت، والريتويت هيكون مع كومنت وخمسة تجمع الاصدقاء، تمام، وتحط اللينك بتاعه هنا. بعد كده انضمام لجروب تليجرام اول، انضمام لجروب تليجرام تاني. بعد كده بتعمله سبسكرايب هنا على اليوتيوب، تحط لينك البروفايل بتاعك. بعد كده طالب انت تعمل له فولو هنا على الفيس، ده اللينك، تحط لينك بروفايل خاص بيه. ويفضل هو طالب فولو، بس انت ممكن تعمل، هو طالب لايك برضه، يبقى هتعمل فولو، اول بوست هتعمل لايك وشير، تمام، وتحط لينك البروفايل الخاص بيه. بعد كده الجزئية دي عاوزين نبص نفهمها مع بعض. بونص تاكس مينيمم فاير فرنت كات ممبر يو هاز ادت فايرفوكس شات موست سبسكرايب فايرفوكس تليجرام ليست زير يوزر نيم بلو، تمام. بيقول لك حط خمسة من اصدقائك اللي انت دعيتهم للايردروب، او انت دعيتهم جوه الجروب تليجرام بتاعهم. هتلاقي اول جروب تليجرام هتعمل دعوة للاصدقاء. نفتح مع بعض كده اوريكم الفكرة. مش هنا، مش مع الجروب ده، ثانية واحدة. الجروب التاني هو أول جروب، تمام. بنيجي هنا فوق كده على رأس برنامج التليجرام نفسه، من فوق هنلاقي هنا كلمة أدت أو علامة الشخص وجنبها علامة زائد، هندوس عليها كده. دولت الناس اللي عندي مثلا في الإيه، في الجروب تليجرام، تمام، أو الأصدقاء اللي عندي، هعلم على أي حد فيهم، المهم خمسة. وأجي بعد كده أخد أسامي الخمسة دولت، مثلا الشخص ده هاخد اسمه وأحطه في مثلا في ملف تكس أو حاجة زي كده، وبعد ما أجمع الخمسة اللي أنا عملت لهم أدت هنا، هاجي أحط نفس الخمسة بالترتيب في الاير دروب هنا، تمام. وبعد كده هنا رقم محفظة الاسر المولد بتاعك. نيجي بعد كده الاير دروب اللي بعده، خاص بعملة اسمها جانجل توكن. الاير دروب بيقول انه هوزع $50 من العملة بمعدل 500 قطعة بيساوي $50، وبيدي على الاحالات بيقول لك بمعدل $20. نيجي التسجيل ازاي، اول حاجة نحط الايميل بتاعنا، بعد كده انضمام لجروب تليجرام، بعد كده هنا فولو على تويتر، بعد كده بالنسبة للبوست ده هنعمل لايك وريتويت، وتقريبا ده لايك وريتويت عاديين، مش طالب لينك، فمش محتاجين كده ان احنا نعمل كومنت. نيجي بعد كده هنا هنعمل له سبسكرايب على اليوتيوب، وبعد كده بيقول لك كريت كريت فيديو اباوت كذا كذا كذا، تمام. لو احنا عملنا
فيديو، انا عملت مثلا فيديو عن الدروب ده لوحده والعملة دي بمعنى ايه واسع، هيبقى فيها 5000 قطعة، 5000 قطعة $550، يعني بنتكلم في حوالي $500، ده لو انت عملت فيديو للعملة دي بس. تمام. وبعد كده فور موست لايكت، وافضل فيديو هياخد 50000 من عملة جي تي. 50000 بيساوي كام؟ لما احنا قلنا هنا 5000، وهنا بيقول لك ان هو بيساوي $500، بس هو غلط كده، عشان هنا 500 بيقول لك $50، وهنا 5000 المفروض تساوي 500 دولار، يبقى دولت $5000 ممكن كده. تمام. ومن بعد كده بيقول لك الاحالات ممكن توصل معاك لغايه 2500 من عملة جي تي. نيجي بعد كده للمهام. اول حاجه انضم لجروب تليجرام ده، واللي مش عارف مثلا الطريقه دي تاخد كده اللينك، او مش اللينك، انت هتدور تفتح جروب تليجرام نفسه، تاخد بس تنسخ الكلمه دي كده من اول علامه الات لغايه اخر اسم، وهتدور جوه الجروب نفسه، تيجي من فوق في البحث تحط الاسم. تمام. ظهر معايا اهو اول اسم، هنضم. نفس القصة، وأعلم هنا انضم، أو ممكن أبعت لنفسي وأريح دماغي لو انا شاكك. هو الجروب نفسه ده فيه مشكلة حاليا، يعني انا ممكن احط له اليوزر بتاعي فقط بالنسبة للجروب ده. نيجي بعد كده، لا ده انا فهمت غلط، انا اسف يا جماعة، ده كده اليوزر بتاع تليجرام، انما هنا ده تويتر. افتح معايا عادي، انا اللي فاكره تليجرام، غلطة من عندي انا. افتح كده تويتر، وعيبه انه بس ان هو مش حاطط لينك مباشر، عايزك تدور بنفسك. تمام. ظهرت معانا اهو الاوفيسال بتاع العملة، هاجي معامل فولو. تمام. بعد كده هنا بيقول لي يوزر تاجت. تمام. معنى كده ان انا هعمل هنا اول بوست هعمل لايك وريتويت، يعني هاي كده، وهاجي هنا هعمل ريتويت، وهعمل ريتويت مع كومنت مثلا don't miss، ده الكومنت اللي انا هكتبه. والاصدقاء اللي انا مجهزهم، انا مثلا ايه طالب 3، ما تزودش عن 3، انا هحطهم تمام، واعمل ريتويت بيها. دولت الاصدقاء اللي انا عملت بيهم ريتويت، حاجة منسخهم هنا كده زي ما هو طالب، واحط ما بين كل واحد والتاني العلامة اللي هو هيطلع لي دي، ممكن انسخها لو انا مش عارف مكانها في الكيبورد، اسيب مسافة. تمام كده ادي التلاتة اللي انا عملت بيهم تاج. اجي بعد كده يوتيوب يوزر نيم، وعاوز اليوزر نيم بتاع اليوتيوب ويور فيديو لينك، لو انت عملت له فيديو هتحط اللينك بتاع الفيديو هنا، وتحط اليوزر بتاعك على اليوتيوب هنا، اليوزر هو اسمك على اليوتيوب يعني. بعد كده set your username it can be rom or twitter username. تمام. هنا تليجرام يوزر نيم، set your username it can be your telegram or twitter username for the video. تمام. انا هحط مثلا اليوزر التليجرام بتاعي اللي انا فهمته، يعني لو انا عاوز اليوزر التليجرام بتاعي هو يبقى رابط الاحاله او هو مسؤول الاحاله بتاعي، فانا هحط اليوزر التليجرام في الحته دي، ده لو انا عاوزه للاحاله. تمام. ممكن تحط التويتر مكانه، اي اختيار ليك، انا اختار مثلا يوزر التليجرام. وبعد كده الراجل صاحب الاحاله، يبقى هنا في الحاله دي انت بتحط اليوزر الخاص بيا في الايه المكان ده، واخر حاجه هنا رقم محفظه الاسير والمولد بتاعك. نيجي بعد كده الدروب ده شرحته قبل كده، بس انا شايفه مهم جدا، في مكسب كويس، والمهام اللي فيه مش كتير،
انت كل عليك بتعمل هنا فولو للصفحة، اول بوست بتعمل لايك لتويتر، تحط اليوزر بتاع تويتر هنا اهو، بعد كده تحط الايميل بتاعك محفظة الاسير موبايل اللي ده يوزر الحالة بتسيبه زي ما هو بيبقى متسجل، وبعد كده تنضم لجروب تليجرام ده وتحط يوزر التليجرام الخاص بيك وتدوس سبميت. الايردروب العملة دي بإذن الله هي متداولة بالفعل على بعض، هي متداولة تقريبا على امازون مش متذكر، بس تقريبا منصة بيندكس، لا كوين باك، تمام قصدك ايه، هي موجودة على منصة كوين باك، تمام يعني العملة بتتباع بالفعل، فما فيش أي مشكلة معانا في بيعها بعد كده. نيجي للدروب اللي بعده خاص بعملة اسمها جولد شاين، وده الراوند وان برضه بيبقى التوزيع بتاعه عالي. المهام انضم لجروب تجرام أول وتاني، فولو على تويتر، هتعمل تويت للبوست ده مع 3 دقايق من الأصدقاء. الدروب ده هينتهي، المفروض ده هينتهي بعد بكرة، فنلحق يا جماعة نسجل فيه. اول حاجه ايميل، يوزر تليجرام، يوزر تويتر، لينك الريتويت اللي انت عملتها فوق، هتلاقي اليوزر بتاع صاحب الحاله هنا بيسيبه زي ما هو. وناخد بالنا من هنا ان الدروب ده دروب ويف، عمله ويف، فهنستعمل فيه محفظه ويف، هحط لكم محفظه ويف تحت اللينك عشان ما تلخبطوش. ويف بلاتفورم لان بستخدم هنا واحده، هسيب لكم المحفظه دي، افضل محفظه انا شايفها من وجهه نظري لعملة الويف. لو حد معاه اي محفظة تانية مفيش مشاكل يستعملها. يبقى هنا هنسجل بمحفظة ويف مش بمحفظة ايثيريوم. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده خاص الدروب ده اول حاجة هنركز فيه مع بعض. اول حاجة هسجل واجيلك رسالة تفعيل وهنفعل، دي اول خطوة. بعد كده هتعمل كالاتي، هتخش هنا على كلمة والت، سجل بس تقول تاني، تمام دخلنا على كلمة ولد. أول مرة أنت مش هتلاقي المحفظة دي، فلازم تعمل لها كرييت نيو ولد. أول ما تيجي تعمل كرييت هيطلب منك نفس الباسورد اللي أنت سجلت بيه، هتدخله كمان مرة بس عشان يفتح لك المحفظة. خلاص كده أنت خلصت إيه مهمتك وعملت إيه محفظة العملة. هنيجي بعد كده هنخش هنا على بروفايل، هنشوف ايه اللي مطلوب مننا، المهم ما نسيبش الخانات دي كده ايه فاضيه. هتفعل طبعا التسجيل سجلنا، هتخش هنا تعمل اللي هو برنامج جوجل اكواد تفعله، هتكمل البروفايل بتاعك لو حاجه ناقصه، محكريه المحفظه عملناها كي واي اس اللي هو تفعيل وثائق، هو بتلاقيه بدوس هنا بايه بيطلبها منك. انا تفعيل وثائق هنا سهل جدا او تافه جدا يعني ما فيهوش اي حاجه مهمه. بعد كده عليك كل يوم، انت كده مجرد عملنا لك للكلام ده المفروض بيبقى معاك قد ايه بالظبط، هوضحها لكم. نخش هنا كلمه اير دروب، بيبقى معاك 400 قطعه، وممكن تاخد كل يوم تزود على كده في مقابل ان انت كل يوم تخش. المهم بعد ما خلصت المهام اللي احنا قلنا عليها دي، فعلت وثائق، دخلت عملت اللي هو برنامج جوجل اكواد، خلصت المهام المطلوبه منك في كلمه بروفايل، هتيجي هنا بقى هتعمل دوس على كلمه براكتس ريجست، مجرد ما تدوس عليها هتلاقي الرصيد ال 400 عمله ظهر لك هنا. وكل يوم تخش تعمل نفس القصه، يعني كل 24 ساعه تخش تدوس على كلمه براكتس ريجست، خلاص هتلاقي ايه المهام بتاعتك اتعملت. اه في حاجه نسيت اقول لكم عليها، خش بروفايل بس مش عارف هي مش ظاهره معايا بعد ما خلصت تقريبا. المهم وانت بتسجل هنا هي ادت بروفايل، تمام هي دي اللي كنت قصدي عاوزكم. هتحط هنا ايميلك، اسمك الاول واسمك الاخير، هو ده التفعيل على فكره، مفيش هنا تفعيل وثائق بمعنى تفعيل وثائق يعني، تمام. هتحط هنا اليوزر بتاعك على التليجرام واليوزر بتاعك على موقع ديسكارد، ليه؟ عشان انت بعد ما هتخلص الكلام ده قبل ما تخش كلمه اير دروب، يعني قبل ما تدوس هنا على كلمه براكتس اير دروب، ارجع للصفحه الرئيسيه، تمام. الصفحه الرئيسيه ممكن تجيبها ازاي؟ اسهل لكم الموضوع، هنا اخر الايه اخر اللينك هتلاقي كلمه داشبورد اير دروب، شيل الكلام ده كله وخليك واقف على دوت كوم، هيرجعك للصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع نفسه، تمام. دخلنا على الصفحه الرئيسيه اهو بتاعه الموقع نفسه، انزل تحت خالص في موقعين عايزك تعمل لهم فولو، هما الموقعين دولت. اول حاجه الديسكارت ده اخر واحد، وتاني حاجه التويتر، هتخش على الصفحه بتاعتهم بتوع تويتر هتعمل فولو، وعلى الديسكارت الصحيح الجروب بتاعهم هتعمل فولو او متابعه. بس كده خلاص يعتبر انت الدروب خلص، نرجع بقى تاني
خلصت الكلام ده، عملت فولو على ديسكارد ومليت المهام وما دخلت على الفايل من هنا على البروفايل بتاعك وحطيت البيانات بتاعتك، هتيجي بقى تخش اخر خطوة تعملها اللي هي تخش على كلمة ايردروب وتدوس براكتس ريجست تو توداي، وتخش كل يوم تعمل نفس القصة دي، يعني انت بس تدوس كلمة براكتس خلاص، مش محتاج ايه تعمل اي حاجة تاني. خش على الدروب اللي بعده. الايردروب ده خاص بعملة اسمها كامبيرا وهو ايردروب فيتنامي، تمام. الايردروب كالتالي، اول ما يفتح معانا عبارة عن بوت تليجرام، يفتح معانا بالشكل ده، وكلام مش مفهوم بس المهام مفهومة يعني. هما الاربع مهام عبارة عن انضمام لاربعة جروب تليجرام، تمام. هنيجي بعد ما نضم جروب تليجرام، بعد ما نضم ليهم هندوس على اول كلمة هنا في المربع الاساسي، بعد كده هيسألك عبارة دي عبارة، انت هيقول لك اشتركت مثلا في اتنين جروب دولت، هتدوس هنا دي يعتبر يس، وبعد كده الاتنين اللي بعديهم يس، بعد كده بديك رابط الاحالة بتاعك وتدوس له على كلمة هنا كوا او تيكت، اديني تيكت، تمام. هتدوس عليها كام مرة لو علق معاك لغاية لما يديك حاجة اسمها رقم التيكت بتاعك. بعد كده لو حصل جديد، المفروض ان هو بعد كده برقم التيكت بتاعك ده هيفتحه او فيها بطارية للسحب، هوضح لكم بعد كده لما تبين لما تبلنا. المهم احتفظ برقم التيكت ده، ممكن تاخده في ملف تيكس او حاجة زي كده، واكتب جنبه اسم الدروب لغاية لما نشوف الارسال ازاي. يبقى كده الدروب اللي بعده. الدروب ده المفروض ان هو بيدي يعني مثلا بمعدل بونص حوالي 40 دولار، بس ده مش الدروب، ده عبارة عن بونص من منصة، المنصة اسمها ريف نيكس، المنصة مضمونة جدا وعاملة دعاية كويسة. كل اللي عليك انت هتسجل وتخش على، شوف كده رابط، اشوف بس ايه التفعيل مع بعض، نعمل ريفريش للصفحة. تمام، هتخش هنا على كلمة سيتنج، بعد ما تخش على حسابك طبعا هتيجي على كلمة سيتنج، هتنزل تحت لغاية لما تلاقي كلمة ايدنتي فيفر، هندوس عليها كده مع بعض ونشوف المطلوب. أول حاجة تختار الدولة، تمام. بعد الدولة تختار طيب نوع الحاجة اللي انت هتفعل بيها، بطاقة ولا باسبور. بعد كده تحط اسمك، بعد كده بنيجي نرفع 3 صور. اول صورة دي بتبقى وش البطاقة او الباسبور، بعد كده ظهر البطاقة او الباسبور، بعد كده صورة سيلفي، تمام. هو شرح لك الصورة السيلفي هنا اهو، بيقول لك هتبقى ماسك في ايد البطاقة مثلا، الايد التانية اسم المنصة كلمة ريفنكس وتاريخ اليوم اللي انت هترفع في الصورة، تمام. ده كده اللي تفعيل وصل. نيجي للدروب اللي بعده. الدروب ده مهم جدا جدا. الدروب ده بيطلب جزئين، اول جزئية انت تسجل في منصة باينانس، تمام. وبعد التسجيل مطلوب منك انت هتسجل في المنصة، وبعد كده تخش على كلمة والت وعلى كلمة ديبوزيت وتختار عملة اسمها بي ام بي، ده على فكرة عملة المنصة نفسها، تمام. هتلاقي كلمة كرييت او جنريتور والت، هتدوس عليها تبقى ظاهر هنا المفروض على الشمال، هيظهر لك رقم محفظتك هنا على اليمين اهي، هتنسخ رابط المحفظة وهنحتاجه دلوقتي في الايردروب. نفتح الايردروب بقى مع بعض. الايردروب هيوصل لنا من عن طريق موقع، او الايردروب نفسه اسمه ان 1. نفتح كده، البوت هيفتح معانا بالشكل ده. اول حاجه هيفتح معانا نبقى فين على كلمه الستارت، اول حاجه هيطلبها منك الايميل اللي انت هتسجل، اللي انت كنت مسجل بيه في منصه بايه باينس، يعني اول حاجه هتطلب منك الايميل اللي انت مسجل بيه في منصه باينس، تمام. بعد كده انا بس انا عملتها مرتين، تمام، افتكرت في حاجه سقطت منها، تمام. اول حاجه هيطلبها منك الايميل اللي انت مسجل بيه، او الايميل اللي انت هتسجل بيه في الدروب نفسه، يعني اول مره يطلب منك الايميل اللي انت مسجل بيه في الدروب. المفروض ان هو هيجي لك رساله تفعيل او كود تفعيل، زي كود مثلا جالي كود على الايميل باسم الموقع نفسه اللي هو اسم الدروب، اسم الدروب او الرساله اللي هتجي لك باسم ان 1 بوت، تمام. هتجي لك فيها كود، حط الكود هنا. ممكن انت تحط له الايميل اول مره وتلاقي الرساله ما جاتش، فانت حط له الايميل كمان مره
لغايه لما الرساله تجي لك. انا حطيت له الايميل، لقيت الموضوع طول قد اكتر من 10 دقائق، فحطيت له الايميل مره كمان، اعمل ايه الكود جالي. بعد كده بيأكد عليا ان انا انضم لجروب تليجرام ده. بعد ما تنضم ليه بتدوس كلمه دن. بعد كده هنا بقى بيطلب منك الايميل اللي انت مسجل بيه في منصه باينانس، انا اسف، بيطلب منك الرقم المحفظه بتاعت منصه باينانس الخاصه بعمله بي ام بي. فهتخش على المنصه زي ما قلنا، هتكون مسجل فيها طبعا، هسيب لك رابط تسجيل برضو لو مش مسجل. هتخش على كلمه والت وبزت وتختار العمله اسمها بي ام بي، هتعمل جنريتور والت، وبعد كده تاخد لينك الايه المحفظه وترجع تاني للدروب تحط له عنوان المحفظه. انا غلطت هنا، حطيت ايه الايميل، هو انا ده غلطه مني، انما المفروض تحط عنوان المحفظه. تمام، مجرد ما تحط عنوان المحفظه هيطلب منك اليوزر تويتر الخاص بك، هتحط له اليوزر، وبعد كده هيطلب منك تعمل له فولو هنا على تويتر. وبعد ما تعمل فولو على تويتر هتدوس له كلمه دن. تمام، وبعد كده بيسالك انت عملت الاول بوست لايك وريتويت، هتقول له دن. تمام، تم. ننزل بعد كده بترجع هتلاقي هنا كلمه باك. انت بعد ما تخلص المهام هتبقى في حاجه اسمها باك ومنيو، تدوس على كلمه باك عشان ترجع لايه للقائمه الرئيسيه اللي انا واقف عليها حاليا عشان تجيب رابط الاحاله بتاعك. وهنا مديك هو عنوان الايه العمله لو انت حابب تطلع عليه، وهتلاقي رابط الاحاله وتروج له باذن الله عمله كويسه جدا. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص، يعني احنا كنا عملنا نفس الدروب بس عباره كان عن فورم. دلوقتي الدروب بننزل له بوت تليجرام، والدروب ده برضو على ما اتذكر عمله ويف. الدروب اول ما بيفتح معانا بيفتح معانا على المهام على طول، بيطلب منك بس حاجة اولية، انت تنزل المحفظة دي. تمام، ممكن يقرا حتى التفاصيل. realize you must be 8 years، يقول لك المفروض يبقى فوق 18 سنة to claim your token. also make download wallet ABB in order you send to token download. هنا الرقم دي المحفظة الخاصة بالعملة ويف. تمام، ممكن تنزلها وممكن مش شرط تستعمل محفظه، يعني انت المحفظه دي عمله ويف فيها ميزه، يعني انت ممكن تنزلها كبرنامج وممكن تستعملها كويب والت زي انا ما شرحتها لكم قبل كده. وهتلاقي فتحت في الفيديو في حاجه اسمها شرح عمله ويف ومحفظه ويف، هتلاقي كنت شارحها الايه الفيديو اللي فات بالتفصيل، وهبحط لكم اللينك بتاعها برضو. نرجع تاني للدروب، فانت مش شرط تنزل البرنامج زي ما هو طالب هنا. المحفظه والبرنامج اللي هو او المحفظه على الويب هي نفس المحفظه على الموبايل. تمام، فانت مش محتاج تحملها، هتلاقيني هسيب لك لينك برضو المحفظه يبقى اشتغل عليها عادي. هنيجي بقى للمهام. اول مهمه هو كده بيقول لك ان قطعه العمله دي بتساوي 2 سنت. تمام، والعمله الويف جميله زي ما قلت لكم اسعارها بترتفع، فنحاول نحتفظ بيها وما نبيعهاش دلوقتي. وعلى فكره موضوع الايردروبات ده فيه صبر، بمعنى انا دلوقتي اشتغلت على الايردروب، ممكن الايردروب يجي لي بعد يوم، ممكن الايردروب يجي لي بعد شهر، في ايردروب ممكن يجي لي بعد سنه، حتى اللي هيجي لي بعد يوم او هيجي لي مثلا بعد سنه. انا مش مجرد ما الدروب بيجي لي وانا بايع على طول، شايف مثلا منصه باحتكارها او حاجه زي كده وهي اللي شغاله عليه او اتنين وانا رايح بايع على طول، لا انا مثلا بالنسبه لنا بصبر مثلا شويه لغايه لما اشوف السوق نظامه ايه. العمله دي ممكن ترتفع مره واحده، ممكن تنزل مره واحده وبعد كده ترجع ترتفع تاني، لغايه لما مثلا تشوف السعر اللي يناسبني وابيع عليها، ما استعجلش وابيع على طول، الا لو كانت مثلا اول ما نزلت ارتفعت بسعر ايه كويس، فممكن ساعتها ايه اقوم بايع. انما نصيحه ما تستعجلش وتبيع العمله اول ما تجيلك على طول لو محتكرها منصه واحده، اصبر شويه. المهم نخش بعد كده على المهام. اول حاجه انضمام لجروب تليجرام، اول انضمام لجروب تليجرام، تاني انضمام لجروب تليجرام، تالت بعد كده هنا فولو على تويتر، سبسكرايب على اليوتيوب، بعد كده بتدوس له كلمه كليك فيو. دي عباره عن انت ايه، المهم دي مش مهمه، دي عباره عن انت بتخش على الصفحه بتاعتهم بتطلع عليها. هنيجي بعد كده اثبات المهام. اول حاجه طالب منك اليوزر بتاع تليجرام اللي احنا واقفين عليها، هتحط له اليوزر بتاعك، بعد كده الايميل، بعد كده بالنسبه لمهمه اليوتيوب هتحط له هنا اللينك اليوتيوب بتاعك، بعد كده لينك البروفايل بتاع تويتر، بعد كده بيطلب منك رقم محفظه ويف، بتحط له رقم محفظه الويف بتاعتك، وبعد كده بيقول لك مبروك ادي رابط الاحاله بتاعك ومعاك 50 قطعه، وعن كل احاله هيديك 5 قطع. تمام، ما نستهنش عمله الويف، انا بحب عمله الويف جدا وبتبقى معظم دروباتها صدقه. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده برضو الدروب ده اللي احنا شرحناه. لا بكده الدروبات اللي معانا انتهت النهارده، واتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.